بسم الله الرحمن الرحيم. مع أول لقاء لينا في العام الجديد، هنلتقي في الأمسية بتاعتنا مع الدكتور ناصر سبلة في المرجع السبلاوي. دكتور ناصر أنا طبعا أعرفه من سنين وهترك التعريف ليه. منورنا يا دكتور النهاردة. أنا دكتور ناصر سبلة، مواليد 73، اتخرجت من طب المنصورة، اتخصصت تخدير. أنا يمكن كلكم دلوقتي دفعة أيمن علي حبيب وأخته تقريبا، لا أخوه أحمد. فبشتغل دلوقتي أخصائي تخدير في شربين، وكنت في ليبيا وجيب بالي يعني كنا تجمع كده، واحد من سوهاج، واحد من المنيا، واحد من إنا، وواحد من القاهرة، واحد، فحسيت ان كل واحد له كلام فقلت اجمعه. وبصادف في الفتره دي برضو ان انا كنت بحب اشوف اصول الكلمات في علم اسمه ايتيمولوجي. العلم ده علم مهم جدا جدا في الغرب، يعني اي كلمه عندهم بيوصلوها ليوناني لاتيني جاي من اي حاجه. المهم ايتيمولوجي علم كبير، ما فيش كلمه اسمها ايه ده احنا مولوده كده، لازم نشوف هي جايه منين. احنا عندنا هي ده كلمتنا، هي عربي لها اصل، عربي نازله من السماء، فعشان كده احنا عندنا العلم ده مقتول، واخد بالك؟ نظام دروشه كده، الكلمه دي نازله من السما خلاص، واخد بالك؟ لا، فكنت بحب في الوقت ده الهيروغليفي اللي هو الكلام المصري القديم. احنا مصريين عشنا من 3400 سنه قبل الميلاد لحد ما الفرس جم حكمونا سنه 500 وشويه، وبعدين طلعنا الفرس، وبعدين جم تاني، وبعدين اليونان الاسكندر الاكبر بقى يوناني، ومات اليونانيين البطالمه حكمونا، جه الرومان استلفوا جوازه يوليوس قيصر من كليوباترا، فالرومان جم حكمونا 1000 سنه لحد ما العرب جم. فيعني انت كل شويه حد يجي يدي لك كلام، ثقافه وكلمات. يعني انت الوثائق بتتكتب باللغه بتاعتهم، والديموطيقي ده خط، يعني انت عندك خط الكوفي، خط النسخ، خط. فالمصريه القديمه كانت بتتكتب بخط هيروغليفي اللي هو على المعابد والكلام، والديموطيقي ده بتاع الوثائق، وفي الهيراطيقي ده بتاع الكهنه، وفي المرحله الاخيره بقى القبطي. القبطي اتكتب بحروف يوناني، الفا بيتا جاما دلتا، مش عارف مين اللي عارف الحاجات دي. ايوه هي دي، الفا بيتا جاما دلتا، ديت الحروف اليونانيه اصلا. الفا اللي هو الف، بيتا اللي هي ب، والكلام من جه بقى العرب قعدوا شويه وبعد كده قال لك لا انتوا مش هنمشي كده، احنا هنمشي باللغه العربيه. فعشان يخلي الناس تتعلم العربيه خلى الدواوين بالعربي، يبقى اسمه تعريب الدواوين. تعريب الدواوين، خلاص انت عايز تشتغل عندي يا باشا، اتعلم عربي. مره في الثانيه خلاص ما عادش في حد بيتكلم قبط، ما حدش بيكتب قبط، حتى الكنيسه نفسها الشعب بتاعها ما عادش يعرف غير العربي، قاموا مترجمين الاناجيل بتاعتهم بالعربي، والدنيا بقت كلها عربي، حتى التراتيل بتتقال بالعربي. ديت مختصر لرحله اللغه من 3100 سنه قبل الميلاد لحد النهارده. والتاريخ هو تاريخ مصر. ما هو تاريخ مصر انت طبعا. بالنسبه لوالدك برضو يعني عايزين ناخد نبذه عنه، يعني طبعا انا هنا كاتب اهداء لابويا طبعا يعني، لان مستحيل. ده بابا لو حد عارف شكله، ده والدي سعيد سبله، ده سعيد سبلة. يعني كان رفيق كان حكمة الشربيني في البرنامج بتاعها بتقول لإبراهيم رضوان وبتقول لسعيد سبلة، يعني شعر كان بابا في بيروت ساعتها في لبنان، كان سنة 75. كان في قصر الثقافة بتاع المنصورة، وعمل جحا، وأنا حضرت له وأنا عيل صغير مسرحية اللي كاتبها أحمد رجب بتاع الأخبار، كان اسمها جحا والولد قل، وصور مقلوبة برضه يعني. بتاع هو عمل صور مقلوبه، بابا كتب الاشعار بتاعتها، وكان عبد الغفار عودة المخرج، مش عارف بقى كان عبد الغفار مسك. فانا كنت عيل صغير وحضرت معاه المسرحيه دي، الله يرحمه بقى يعني. فهو فكره العاميه بقى في بيتنا، وفي العاميه زي ما قلت لك قابلت الناس كده، فقلت اشوف الدنيا فيها ايه، فلقيت بحر لا نهايه له. طيب لما بدات بقى اعمل بقى القميص ده، كلمة بحر لا نهاية، كل واحد يقول لي مش هت ايه؟ مش عمرك ما هت هتحط ايه؟ مش هتجمع. اللي جيب بالي بقى ساعتها، طب ما هو كل اللي تصدى لصنع قاموس ماشي لا وده قال لهم كده ماشي يا عم، انا هعمل وهيبقى ناقص بس هيكمل، في حد يكمل بقى. ايوه عليك نور، هو دايما كده يعني فاهم. يعني لسان العرب ده الناس هتجمع كل حاجه مره، لسان العرب ده ابن منظور واخد خمس قواميس مدخلها وضاف عليها،
خمس قواميس قبله مدخلها انا بقى عامل هنا برضو ست سبع قواميس مدخلها عندي تيمور وعندي التحفه الوفائيه لقيته برضو راجل كان بيشتغل في دار الكتب كتب خانه ماشي وسنه مات سنه 1900 حاجه و80 مات سنه وعنده 50 سنه برضو عمل نص الكتاب ومات تيمور عمل كتاب كامل بس فيه خراصه ضايعه فمش لاقيينها لحد النهارده احمد باشا تيمور مع احمد باشا تيمور لا في كتاب الامثال وفي معجم تيمور الكبير الامثال دي كامله لكن معجم تيمور الكبير كان بيكتبها في كراسات وما طبعها فحسين نصار ده بتاع المجمع اللغه العربيه هو اللي جمعها وفي كراسه ضايعه كامله من حرف الميم لحد الياء فخسرنا كتير قوي لان بصراحه الراجل ده تقريبا كان مسرح الناس لانه باشا كده يعني كل الخدمين اللي عنده كل 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 اي حد يجيب له بيت الفلوس اسامه عمر الباشا حاول يعملها في ارابيسك وحاول حاول جاب ممتاز محل ممتاز محل فايه الفكره زي ما قلت كده يا جماعه ما لا يترك كله لا يترك كله لا يترك كله فقمت بادي بقى ماشي طيب ايه بقى اللي ميزنا عن الباقيين ان انا كان بقى الشامبليون اكتشف الرموز الحجر الرشيد وبدانا نعرف ان في كلمات قديمه مصريه زي كلمه حامض معناها خل حامض معناها خل فلا ده بقى الموضوع وختم هي ختم ختم هي ختم فقلت بقى لا طبعا نشوف الكلمات اللي لسه عايشه معانا وكلام من ده فبحثت كتير في ثلاث ايديولوجيات في الموضوع ده ان هو اجلاء كل الكلام عربي والعربي دي نازل من السماء فما فيش فيها كلام ما فيش فيها حرف مكان حرف وكلام من في ايديولوجيه بيقول لك لا احنا المصريه القديمه ما تاخدش من القبطيه لان القبطيه لغه الغازي اللي هو لا ما تاخدش بيها لا ديت معظمها لغه الغازي مع ان دراسات كتيره اثبتت ان يعني انا نفسي دارسها من عند قاموس القبطي والهيروغليف دي متاخده من دي لا مش هي بس متاخده من شوف يا باشا الفكره ان مفيش قاموس هيحوي كلام العصر اللي احنا عايشين فيه ولولا جروب المرجع السبلاوي اللي انا عامله على الفيسبوك عمر ما كنت هعرف كلام الصعيد يعني انت لو تابعت كلام المسلسلات طبعا اذا كان في مشروع قاموس بيحتوي الكلام ده ايوه هو المفروض دوله بقى تكون دي دوله من غير اي حاجه مش جمع فيه لا لابد من جمع لغه اعجميه وعده لغات ودراسه لهجات العرب وهذا ما لم يحدث في المستحدث من الكتب بس ده مجهود ضخم عاوز فعلا كان الدولة. العرب لا كان العرب لهم باع طويل في المساله العرب ما لهمش باع خالص في الكتابه لا لهم ليهم في الكتابه ليهم في الكتابه في كتابه ايه لا الرسول عليه السلام بعث ما فيش كتاب في ايد اي حد في البيت الاميه اللي معروفه عندهم او اللي انتشرت اميه مغلوطه اميه كتابه كتابه لا الكتابه كان فيها عقلية مفكرة وكانوا بيكتبوا في الجلد ايوه ماشي بس الجلد اسبوعين اذا كان صلح الحديبية تاخد منه والبردي ماشي مفيش حاجة الدول وبعض اقدم نص عربي التاريخ اللي مكتوب لنا مترجم ماشي لا مفيش هاتلي اقدم نص عربي بتاع امرؤ القيس ده 200 وشوية 200 وشوية مش قبل الميلاد بعد الميلاد بتاع امرؤ القيس لا مش ما هو ما فيش هنعمل ايه يعني انا شفوي ما جلاش سيبه شمال يا عم بلاش تراث ما جلاش ما وصلكش مش حاجه مكتوبه اصل ليس معنى ذلك انه كان غير العلم موجود العلم موجود انما ما كانش مكتوب هو افلح اسمه لوبون لوبون البحث ده المصحف ده كان المصحف ده عشان كده اسمه الراجل اللي كفروه وفرقوا بينه وبين مراته هو بيقول لك ان القران اقدم نص عربي هو يعني اتكفر على انه قال ان القران نص يعني فكر ايه نص يا عم لا ما هو كان اسمه نصر حامد ابو زيد ده ادم نص فعلا عندك انت المعلقات اللي كانت بتتعلق على الكعبه ما فيش ورقه على الحفظ بس كان الناس بيردفها لانه بعد مراحل طيب انت بقى كمصري 3100 قبل الميلاد انت عندك نصوص يعني 3100 قبل الميلاد 3100 قبل الميلاد انت عندك نصوص يعني هو لحد النهارده عايزين يعرفوا الكتابه بدات في مصر ولا في العراق عشان الكتابه السومريه عندهم اسمها مسماريه الخط المسماري ليه كان بيكتبوا على الطين اللي هو الرقيم لف اهل الكهف والرقيم فكان الطين قبل ما ينشف يجيبوا المسامير دي كده مسمار ده الف مسمار كده مسمارين يبقى فاهمه لحد ما ينشف اسمها الكتابه المسماريه
هل هم بقى مختلفين الكتابة بدأت في العراق الأول ولا في مصر الأول؟ عشان يعني فرق 50-100 سنة. يعني هتفرق في إيه؟ لا مش تفرق، هو كل أم عايزة تقول إن أنا اللي. بس هي دي الفكرة. وبعدين قمنا مطلعين المشكلة اللي واجهتني، أكتب كلمات ولا تعبيرات ولا أمثال؟ يعني أنا عندي هنا مقدمة كتبها الراجل المحترم ده من أجر. أجل متعرفوه، هو دكتور إبراهيم أحمد شعلان، ده كان دكتوراه، ده أول دكتوراه بين في الأدب الشعبي، هو اللي عمل ترجم بروكراهات. الراجل ده كاتب مقدمة كويسة قوي في مجموعة الأمثال اللي نزلت قبل تيمور، هو تقريبا مش يعني إيه قريش ملح تيمور. يعني واخد بالك؟ فهو قال لك إن تيمور لأن تيمور مات وتقريبا مكتبته فيها أكتر من حاجة وستين ألف مخطوط، منها من الحاجات دي يعني ممكن ما تكونش اتنشر. فهو قال لك نقل منهم، نقل بقى منهم، ما نقلش منهم، هو فعلا اول مجموعه امثال كامله. هو تيمور يا تنفع مرجع كويس لاي حد عايز يدرس ثقافه. ما هو ده بالظبط، مش ثقافه وبس، هتدرس الكلمات، هتدرس الامثال، هتدرس معلومه، عادات وتقاليد، عادات وتقاليد. يعني هو راجل جاب امثال في الغيطان، في الفلاحين، ماتت. بالمناسبة فكرة كلمة ماتت، يعني أنا عندي في قاموس تاني اسمه سقراطس بيرو. سقراطس بيرو ده راجل أنا معرفش عنه أي معلومات، حاولت تحرك النت عنه مفيش. هو أنا عندي نسخة قاموس مكتوب للأجانب كل كلمة مترجمة إنجليزي، يعني كاتبها كلمة عربي ومكتوبها الإنجليزي، يبقى الكتاب كله إيه إنجليزي. خلاص ماشي. سقراطس بيرو ده مات قبل 1900. خلاص، في كلمات ماتت يعني ما خلاص ما حدش عايز يقولها، لان انا طبعا الجروب من الاستعمال بطل استعمله او نادر استعمال، لا نادره لدرجه انها يعني ماتت بقى خلاص ما عادش حد، ومعاني اتغيرت يعني. طب احنا عايزين نسمع بقى حبه امثال كده، نشوف الامثال. لا هنا بقى مثلا هنا يعني الراجل ده عجبني واخد بالك. هنا مثلا بقول لك بقلم محمود عمر الباجوري امثال المتكلمين من العوام المصريين، ده سنه 1893. خلاص، بعد كده امثال العوام في مصر والسودان من عام شقير 1889، يعني كل المجموعه ديت قبل ما القرن العشرين يبدا اصلا. خلاص، الفكره كمان بقى في بقى مجموعه ده ما ذكرهاش اسمه الابشيهي، كتاب جميل قوي اسمه ايه بقى اللي هو ايه الابشيهي، كتاب اسمه ايه طرائف في الزراعه في حاجه طرائف الابشيهي، هو الابشيهي ده الكتاب بتاعي عندك، انا كاتبه هنا اسم الراجل ده. المهم الراجل ده كان ايام المماليك ومات، والابشيه ده في طنطا، هو ده اول واحد فعلا جاب امثال شعبيه، بس اللغه بتاعته شويه تحس انها داخله على ايه بنطقه الذال لسه الذال. يعني هذا كان مرجع نفس الكتاب بتاع الامثال بتاع احمد باشا الطيور. اكيد، لان هو الراجل ده تيمور ميزته انه جاب مخطوطات الدنيا كلها، جمع. كان اسمه ايه بقى الراجل بتاع الابشيه ده؟ المستطرف في كل شيء مستظرف، قبل ما المستطرف في كل شيء مستظرف، ده اول واحد لقيت عنده شويه مجموعه امثال مختار. هو جايب بقى ايه امثال منها، انا يعني مثلا ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش، بس هو ما بيقولش ما تلحسوش، لا تلحسوا، يعني لهجه ما تلحسوش اللي هي فكره الشين في الاخر دي ما كانتش موجوده قوي. في كلام تاني مثلا ايش كانت منتشره جدا في مصر، ايه تطور. خلاص، وفضل حاجه عارفين الزايده الدوديه، بقول لك ان دي حاجه عضو اثري، يعني كان له وظيفه زمان وما عادش له، فايش دي فلسه موجوده، فايش دي لسه في بعض الكلمات مين اللي هيقولها لي بقى لسه موجوده. ايش تعمل المشطه في الوش رايك ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايش ياخد الرحمه من الخلاص؟ ايش تاني؟ ايش دراني؟ ايش رمك على الموت؟ ايش دراني؟ ايش حل بقى لو الدكتور ايش جاب الثاني للمجراني؟ فدي بقت رودمنتري، يعني بقت اثريه. فانت دلوقتي استبدلتها بايه؟ فكل الكتابات الابشي ايش 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 الحال؟ حتى كان في مثل ميها ايش دي خليجي يعني، لا هي ايش طيه موجوده إيش لا موجود، لا مش خليجي، هم بنستعملها ولا في الابشي الابشي ده طنطا شرفنا يا جدعان. ليش هي دي احنا ليش هو المشروع كده برضه بيعمل ايه بالمال؟ انا مالي بالعرب دلوقتي، انا مالي بالعرب. طب يعني اكتب عن اليونانيين بالمره؟ ايوه يعني اكتب عن اليونانيين بالمره، لا انا مالي بالعرب.
لا انا عملت موضوع قاموس عرب عرب هو بس المفروض يعني هل واجهت التشجيع من الثقافه على الموسوعات والحاجات اللي انت عاملها دي؟ هل في حد طبعا اهتم بحضرتك ودنا من طين اهتمنا بس في الفيس بصراحه اهتمنا نعرف. لا انا كنت بس اكمل لك بتاعه ايش دي. كان في واحد اسمه برديسي برديسي ماشي كان بيفلت ضرايب كتيره فالمصريين طلعوا قالوا له اشتاخد من تفليسي يا برديسي يا سيسي اشتاخد من تفليسي انت عايز يعني تستفيد ايه ان انا فلست يحرم اللي عايز البيت يحرم على الجامع الجامع اللي هو جامعة لا خالص. انا دورت في كل الالقاب اللي جيت في تاريخ الدولة العثمانية والمملوكية عمر جامع الضرائب ما تسمى جامع الضرائب. كان اسمه الملتزم كان اسمه ال لا لا اللي يعوز البيت يحرم على المسجد اللي هو الجامع فعلا. تعالى هنا تعالى يا استاذ تعالى ازيك يا دكتور؟ طبعا بقى عدد اللغات واللهجات